عاجل القوات الجوية المصرية في اليونان ومنطقة البحر المتوسط منذ قليل أنشر التفاصيل. وعاجل وزير مصري يعلق على تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي. وخبير مصري ينشر مفاجأة عن الزلزال في منطقة سد النهضة، ننشر أيضا التفاصيل. وعاجل أول تعليق لمرتضى منصور بعد صدور حكم قضائي بعودته لرئاسة الزمالك. وضربة كبرى من القضاء المصري ضد الزراعة اليمنى لضابط الجيش المصري المنشق هشام عشماوي. وعاجل موقع مصري ينشر تفاصيل بيع تمثالين أصليين لأبو الهول في مزاد بريطاني. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل وزير مصري يعلق على تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي. علق وزير الري المصري محمد عبد العاطي على سؤال حول تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي. وخلال لقاء مع برنامج على مسؤوليتي، قال محمد عبد العاطي مجيبا عن مسألة تمويل دول عربية لسد النهضة الإثيوبي، قال إن الإجابة مش عندي اسألهم، لافتا إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة المعلنة وهو ما يجعل الدول الخارجية تراقب وتتابع الأوضاع في مصر. وأشار عبد العاطي إلى أن هناك تحديا واحدا يواجهه كوزير، وهو توفير المياه لكل الناس والاستخدامات بالكمية والتوقيت المناسبين، إضافة إلى وضع كل السياسات والاستراتيجيات وتنفيذ المشروعات المختلفة. أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم كل تفاصيل ملف المياه. وأضاف الرئيس بيقول لي مش عاوزين نسيب نقطة مية على أرض مصر لا نعيد استخدامها مهما كانت التكلفة. مصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والقوات الجوية المصرية في اليونان ومنطقة البحر المتوسط. ونفذت القوات الجوية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا جويا بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية في اليونان. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التدريب اشتمل على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى COMAO، وذلك لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة. وأضافت تم تدريب أيضا على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية. وتابعت أظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلي القوات الجوية من مستوى احترافي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. ويأتي التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبير مصري ينشر مفاجأة عن الزلزال في منطقة سد النهضة. وقال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية المصري في تصريح لصحيفة RT إن المنطقة التي شهدت هزات أرضية بإثيوبيا من أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في إفريقيا. أفاد الخبير المصري بأن هزتين أرضيتين ضربتا إثيوبيا خلال 8 أيام، حيث شهد مثلث عفار يوم الأحد على الساعة 4:30 التوقيت مصر هزة أرضية، وهو من المناطق التي تقع في منطقة الأخدود الإفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين. وقال شراقي إن تلك المنطقة تنخفض 125 متر عن سطح البحر، وهي من أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في القارة الإفريقية. وأشار إلى أن قوة الهزة بلغت 5 درجات على سلم ريختر على عمق 10 كيلومتر، وتبعد عن العاصمة أديس أبابا 312 كيلومتر وعن سد النهضة حوالي 700 كيلومتر.
وأضاف أن هزة سابقة آخر الأسبوع الماضي بقوة 4.5 ريختر هزت إثيوبيا، وكانت على عمق 2 كيلومتر وتبعد 331 كيلومتر شمال شرق أديس أبابا، وتبعد حوالي 700 كيلومتر من سد النهضة. وأوضح أنه لا توجد معلومات عن تأثير الهزتين. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أول تعليق لمرتضى منصور بعد صدور حكم قضائي بعودته لرئاسة الزمالك. أعرب رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور عن اعتزازه بالقضاء المصري الذي أعاد له حقه في القلعة البيضاء بعد شهور من إيقاف مجلسه بداعي وجود مخالفات مالية. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بقبول طعن مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على فيسبوك بعد صدور حكم قضائي بعودته لرئاسة الزمالك قائلا: مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضى منصور ومجلسه اليوم إلى النادي. كما قال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع المصري اليوم إن قرار القضاء الإداري بعودته لرئاسة الزمالك وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار الحق والعدالة. وتابع: لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ، أكد أنه مهما كان القرار لصالحه أو ضده فإن قضاء مصر سيظل شامخا ودليلا على عظمة وتاريخ مصر. وشدد مرتضى منصور على أن كل الأمور داخل نادي الزمالك ستعود لطبيعتها فنيا وإداريا ورياضيا واجتماعيا. طالب الجميع بعدم الانسياق وراء الإشاعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني للنادي الأبيض بقيادة باتريس كارتيرون. مصدر معانا كان من وكالات والصفحة الرسمية للمستشار مرتضى منصور على فيسبوك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهل حضرتك مع عودة المستشار مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك أم لا؟ أترك ليك التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وضربة كبرى من القضاء المصري ضد الذراع الأيمن لضابط الجيش المصري المنشق هشام عشماوي. قضت محكمة مصرية بإعدام بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهاب هشام عشماوي ضابط الجيش المصري المنشق والمرحل معه من ليبيا، وكذلك اثنين آخرين هاربين بقضية خلية المرابطين المتطرفة. وقررت المحكمة إدراج المتهمين الهاربين على قوائم الجماعات المتطرفة، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة تمويل جماعة متطرفة بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج مصر للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية. وكانت مصلحة السجون المصرية قد نفذت العام الماضي حكم الإعدام بالمتطرف هشام عشماوي شنقا داخل سجن استئناف القاهرة وفقا للإجراءات المتبعة. وعشماوي الذي كان ضابطا في الجيش المصري قبل أن يصبح متطرفا في 2012 اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في 8 أكتوبر الماضي في شرق ليبيا خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة ثم سلمته للسلطات المصرية. مصدر معنا كامل الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا هو يعني القضاء الشامخ المصري والعادل بأمر الله. أترك لحضراتكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. موقع مصري ينشر تفاصيل بيع تمثالين أصليين لأبو الهول في مزاد بريطاني. نشر موقع القاهرة 24 المصري تفاصيل جديدة حول عملية بيع تمثالين أصليين لأبو الهول في مزاد في بريطانيا. وقال الموقع المصري إن تمثالين لأبو الهول ظهرا خلال الفترة الأخيرة في مزاد بمدينة سوفولك الإنجليزية، وهو ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقاده بأنهما تمثالان أصليان تأثرا بعوامل الطقس الشديدة لأنهما كان في حديقة منزل إحدى العائلات بالمدينة الإنجليزية. وبدأت قصة بيع التماثيل الأثرية عندما كشف جيمس ماندر مدير دار مزادات شركة ماندر بمدينة سوفولك الإنجليزية أن إحدى الأسر اتصلت به وطلبت منه التخلص من أشياء بمنزلها القديم قبل انتقالها إلى المنزل الجديد.
ووجد أن القطع تشبه شكل الآثار المصرية القديمة على هيئة تمثال أبو الهول، رأسه رأس إنسان وجسمه على هيئة جسم أسد راقد. وتم عمل مزاد للتمثالين، وبدأ المزاد عند 200 جنيه استرليني، ثم بعدها قفز السعر فجأة ليصل إلى 195 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 265 ألف دولار خلال ربع ساعة، بعدما اتضح أن التمثالين من الآثار الفرعونية الأصلية. وكشف بسام الشماع المؤرخ في علم المصريات حقيقة أثرية التمثالين، وذكر أنه ربما يكون الأمر غير صحيح، لأن هناك عدة أسئلة لم توضح، وهي من عالم المصريات الذي كشف حقيقة أثرية التمثالين، ولماذا جاء قرار أصلية أثرية التمثالين بعد بدء المزاد، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة تدور حول شكوك كبيرة. وأضاف خبير أثري أن شكل التمثالين لا يدل على أنهما أثريان، لأن التماثيل الأثرية لها تقسيمة خاصة بها. أكد أنه كان لابد أن يتم فحص التماثيل جيدا. إلى ذلك قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار لموقع القاهرة 24 أن جميع الآثار المصرية التي تباع في المزادات تتابعها الوزارة بشكل تام كي تتمكن من إعادتها، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع كل المزادات الموجودة في الأماكن المختلفة بجانب المزادات الإنجليزية. وبعدها تتم مخاطبة وزارة الخارجية للتواصل مع السلطات الإنجليزية لموافاتهم بمستندات الملكية لكل القطع الأثرية المصرية المعروضة في المزاد لدراستها ومعرفة إذا كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية أم لا. وأكد المصدر بالوزارة أنه في حال التأكد من أنها خرجت بطريقة شرعية يتم العمل على استردادها. المصدر معنا كان من موقع القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى إن شاء الله إعادة جميع الآثار المصرية المسروقة والمنهوبة، أو يعني اللي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، إن شاء الله ترجع كل الآثار المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي أيضا مسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.